الخريجين اللي بيتخرجوا من يعني الورش الفنيه اللي حضرتك بـ بـ يعني بتقيمها وتتولاهم لفترات طويله جدا جدا، لما بيشتركوا في اعمال فنيه هل الاختيار بيبقى مباشره من الجهه الفنيه لهم ام بيلجأوا لحضرتك برضو انك ترشح لهم؟ لا، انا فنانين جدد ما بعملش، يعني بفضل دايما انه ان الجهات الفنيه تيجي تشوف الطلبه عندي. يعني دايما انا جزء من جمال مركز الابداع الفني ده هو الحفاظ على احترام الطالب. ما بحبش الناس اللي بتروح اوديشن يعني مقابلات كده ويقعدوهم بالساعات وتطلب عمل يعني لا، وكمان ما بيتعاملوش بشكل جيد يحفظ كرامه موهبته. الموهوب ده لازم يعامل كحاجه صحيح. كبيره صحيح. تحترم. ما ينفعش اروح انا يعني ساعات لانه بيملك ميزه كبيره اقول لهم حرام ده الاولاد اللي قاعدين بره دول انا يعني دول شاطرين جدا ومش من اللطيف انك انت لانك بتمتلك القدره على تشغيل وانك انت تروح بتتعامل معاه بهذه الطريقه. فانا في مركز الابداع ده في جزء خاص بانه لما حد بيبقى عايز ناس ويقول لي ابعت لي اقول له لا تعالى يعني تعالى شوفه، فبيحصل الـ 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 العلاقه اللطيفه. اولا هو يحترمه جدا لما يجي ويتكلم معاه والولد يعرض عليه او البنت تعرض عليه هي عملت ايه قبل كده واشتغلت في ايه قبل كده في مكانها في بيتها، زي ما تكون انت جاي تطلب ايد حد فانت بتطلب ايده من بيته وما بتخليهوش يجي لك علشان تشوفه يعني. فحصل ده مع ناس كتيره وجليله وناس كبيره جدا، كان منهم استاذ شريف عرفه وساندرا نشأت وناس كتير جدا عجبتهم فكره ان انا اجي اشوفهم يبقوا كلهم موجودين ونتكلم. الحقيقه شيء جميل ويعني راقيه. انا بحبهم قوي. انا بحب اللي بيدرسوا دول جدا، وجزء من محبتي ليهم هو غيرتي الشديده ان هم ما يتعرضوش لصدمات الحياه الفنيه العمليه. اللي هي ممكن تكسر واحد لسه في بدايته، لو هو روحه ضعيفه ممكن يبطل يعني. ممكن لو اتعامل باستهانه في مكان او حد ضايقه بكلمه او بتاع ممكن تقضي على واحد موهوب جدا لانه هو روح فنان اصلا. بالظبط. فهي جزء من محبتي ليهم بتروح في جزء الاحترام ده، مش بتروح يعني بتختفي، بتروح يعني بتتحقق من خلال جزء تحقيق احترامهم والحفاظ على كرامتهم في الوسط الفني.